نرحب بحضراتكم معانا مرة تانية ونرجع لمتابعة أخبارنا وملف تاني مهم شايفين طبعا الدولة شغالة عليه بكل قوة، وهو الملف متعلق باسترداد أراضي الدولة، وطبعا أنه ما يبقاش يعني تبقى دولة القانون، ما يبقاش أي حد يعني يعمل أي حاجة، وده حق الدولة وحق الأجيال القادمة. طبعا شفنا أكتر من موجة وأكتر من قرار وتعامل مع هذا الملف، وكان آخره النهاردة الحقيقة كان في اجتماع للجنة، أكد من خلال هذا الاجتماع المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية على ضرورة ممارسة المحافظين لصلاحياتهم في مراجعة وضع ضوابط تضمن عدم المغالاة من قبل لجان تسعير لتقنين أراضي الدولة بالمحافظات، وده تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعي خاصة في أراضي البنى في القرى والنجوع، وتحديدا كمان في المساحات الصغيرة. في كمان كلام عن إمكانية مد فترات سداد الأقساط وفقا لما ترى اللجان المعنية تحت إشراف المحافظ. قال كمان مهندس شريف إسماعيل إن الهدف اللي بتسعى ليه الدولة من خلال تقنين الأراضي ما هوش تحصيل أموال، لكن استقرار الأوضاع القانونية للمواطنين. نفهم تفاصيل أكتر. معنا على التليفون أستاذ أحمد أيوب المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة. مساء الخير يا أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بحضرتك. على حضرتك استاذ لبنى وعلى مشاهدينك الكرام. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا استاذ احمد احنا متابعين عمل اللجنه، فقول لنا ايه الجديد والتسهيلات اللي تم الحديث عنها النهارده في الاجتماع. يعني اولا زي ما حضرتك قلت كده في قراءتك للبيان اللجنه، يمكن الحاجه اللي انا عايز اركز عليها شويه النهارده مع حضرتك بعد اذنك، اتفضل يا فندم، هو انه بقى في 51,000 مواطن استلموا عقود التقنين بتاعتهم. وده معناه ايه؟ معناه ان الدوله بتؤكد انها جاده في تقنين الاوضاع للملتزمين واللي عايزين يلتزموا فعلا ويقننوا اوضاعهم. تمام. لما بنتكلم على 51,000 عاد، هفكر حضرتك من 3 4 سنين لما كنت بدات اللجنه فكره التقنين، كان الناس كلها تقول لك لا مفيش تقنين، ده لسه في مشاكل، لا ده مش هتقنن، ده الدوله عايزه تجمع فلوس. لا. العقود بتسلم اهيت 51,000 عاد، وفي كمان حوالي اكثر من 42,000 عقد كمان جاهزين يتسلموا مجرد ما تنتهي او ينتهوا من سداد المقدم، او تبقى في بعض لو في نزاع قضائي ما بين ورث او حاجه يخلص هيستلموا عقودهم بشكل مباشر. اذا احنا بنتكلم على دوله جاده. رقم 2، زي ما قال المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهوريه للمشروعات القوميه والاستراتيجيه ورئيس اللجنه، ان الدوله مش هدفها ولا فلسفتها في تقنين الاراضي اراضي الدوله انها تجمع فلوس خالص. القياده السياسيه كانت واضحه ان الهدف ان كل مواطن يكون قاعد في مكان او بيستخدم مكان يكون قاعد في مكان قانوني، وضعه قانوني، يوصل مرافقه بشكل قانوني، يعيش حياته بدون بعيدا عن القلق، ان يبقى كل الدوله كل واحد قاعد في مكان على مستوى الجمهوريه وضعه قانوني وثابت ومستقر ومفيش اي مشاكل بالنسبه له. 2، انه حتى في التقنين ما فيش حاجه اسمها انك بتجبري المواطن بتلزميه بمبالغ فوق طاقته، لا، هناك مراعاه بشكل واضح جدا للبعد الاجتماعي، هناك تسهيلات قدمت للتقنين سواء تخفيض المقدم التعاقد، 2، مد فترات التقسيط ممكن توصل ل10 سنوات اذا راى المحافظ ان الحاله تستدعي ذلك. رقم 3 كمان التاكيد كل مره من خلال المهندس شريف اسماعيل رئيس اللجنه على عدم المغالاه في تسعير الاراضي. ليه؟ لانه الهدف زي ما قلنا لحضرتك انه مش ان الدوله عايزه تجمع فلوس، لا، الدوله عايزه تحافظ لكل مواطن على وضعه القانوني واستقراره القانوني وبالتالي استقرار اسرته وورثته فيما بعد، يبقى الوضع قانوني. ويمكن جزء من ده كمان التاكيد اللي شدد عليه المهندس شريف اسماعيل انه التنسيق مع مركز الوثائق المؤمنه، ان كل المحافظات تنسق بسرعه مع مركز الوثائق المؤمنه. ليه؟ عشان تطلع عقود نموذجيه موثقه ومؤمنه لا يجوز التلاعب فيها ولا يمكن التلاعب فيها او تزويرها. عزيز. وده جزء كمان من حرص الدوله على حمايه والحفاظ على حق المواطن. اذا الهدف الاساسي من هذا التقنين
هو حق المواطن ومراعاه الدوله لحق المواطن، مراعاه الدوله ان يكون المواطن له وضع قانوني وتحافظ له على هذا الوضع. طيب اللي بيحصل في اللجنه علشان تبقى المساله بقى ماشيه وفق السياق، ويعني نخلص من الموضوع ده ان شاء الله بعد تقنين الاوضاع. احنا دلوقتي سامعين عن مشروع قانون شامل وموحد متعلق بتنظيم شؤون اراضي الدوله، ايه ملامحه علشان نتعامل مع الثغرات او المشاكل اللي احنا بنحاول نحلها دلوقتي؟ المشكله اللي كانت على مدى سنوات طويله ان اراضي الدوله كانت موزعه على هيئات وجهات مختلفه. اراضي تابعه لهيئه التنميه الزراعيه، اراضي تابعه لهيئه التنميه الصناعيه، اراضي تابعه لهيئه التعمير، وبالتالي كل جهه كمان كان لها قانون في التعامل مع الاراضي بتاعتها. جهه تملك انها تبيع، لكن جهه لا تملك انها تبيع وتملك التاجير فقط. كل جهه كان لها قانون، وبالتالي كانت القوانين متعدده، وكان المواطن نفسه بيتوه، واحيانا حق الدوله كمان كان بيتوه بسبب تعدد القوانين. وزي ما حضرتك عارفه كلما تعددت القوانين كلما زادت الثغرات وزاد مساحات، كلما تعددت الجهات ضاعت المسؤوليه. بالظبط. وبالتالي جزء كمان من فلسفه الدوله دلوقتي، لا، اراضي الدوله اسمها في النهايه اراضي الدوله ايا كانت الجهه المالكه لها او اللي تابع عليها هذه الاراضي. فالان بيتم دراسه مشروع قانون يتلافى كل هذه السلبيات، يوحد اساليب التعامل مع اراضي الدوله سواء في البيع، في الايجار، في حق الانتفاع. رقم ثلاثه، انه يضمن للمواطن انه ما يدخش ما بين الجهات المختلفه، ويبقى عارف هو رايح يتعامل على الارض دي هيتعامل مع انهي جهه، وازاي يتعاقد مع الجهه ديت، وحقوق الدوله كمان يتم تحصيلها وفق ادوات واليات واضحه ومحدده وثابته. ما يكونش في تلاعب او في ثغرات يمكن ينفذ منها اباطره او مافيا الاراضي والناس اللي هم عرفناهم على مدى سنوات طويله في الاستيلاء على اراضي الدوله. ده جزء كمان من فكره دوله القانون اللي القياده السياسيه بتسير نحوها بقوه وبسرعه، ان تكون الدوله المصريه بتحكمها قوانين واضحه، قوانين يسيره ميسره، ما تكونش معقده، ما يكونش فيه حزم من القوانين ورغبات من القوانين يتوه وسطها الناس، لا، يبقى كل حاجه في قانون بيحكمها واضح وصريح وفي لضمان التطبيق وعدم التلاعب. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد ايوب المتحدث باسم لجنه استرداد اراضي الدوله.